واجباتهم بالشكل المطلوب، ما دخل في مرماهم يعني اهداف كثيره. فاتصور الوصل يعني مارادونا اطمن، ولكن المشكله واضحه ابو فهد. نعم. يعني المشكله واضحه في الخط الامامي، انه تبقى اللمسه الاخيره مشكله في نادي الوصل. يعني اتصور اوليفيرا ما زال من خلال الامباريتين ما قدم اوراق اعتماده لين حين يعني. وبعدين مسلسل مارادونا يعني شغال ماخذ جزء كبير من النقل، كل الكاميرا عليه. هذا يمكن حفيد مارادونا اتوقع، هو بنجامين هو طبيعي هناك مع ال، وهذه يمكن من الجزئيات اللي احنا نتابعها ايضا في مع مارادونا صاحب ال تحقيق انجاز طبيعي بالفعل. يبقى مارادونا، احنا بعد نشكر الاستاذ احمد امام يمكن اللي مخرجنا هناك اللي قدم لنا هذه الصوره بعد نهايه المباراه مباشره. مباراتين يعني اليوم شاهدنا، واحده داخل الملعب واحده خارج الملعب. انت مباريات الوصل بشاهد مباراتين دائما. والفضل لعوده مارادونا، ويعني يمكن مارادونا يمكن اللي يعني اكيد هذه البدايات، بقول بعدنا الدوري ما وصلنا وسعيد. صحيح. بس هو ما يحسب على لاعبين الوصل، ليش الروح كانت قدام الجزيره ما كانت اليوم؟ اليوم غايبه يعني.